مساكم الخير يا اهل الشمال، اتشرف ان اكون معاكم اليوم وجديد عندكم. والدبل الآن هي فرضة الشمال، شبه سوق السمك في بداية الشمال. أنا هذه الشمس شوي الإضاءة مو بذاك الزود، ولكن المهم مرينا عليه شفتوها معي. وهذا طبعا جامع، طبعا يوسف قفود ما شاء الله عليه مجهز العدة، مجهز الأمور، ضابط كل شيء. ها راح يقدر إلى شمال اليوم يوسف قفود. أنصح طبعا اللي حاب فعلا يغير جو ويرتاح، والله ما أنا أهل الشمال في حبه في المكان صراحة، وايد حلو. شوف شلون هدوء، نظافة، الجو زين، الجو زين مش رطب، زين الجو. شغلك انت؟ طبعا يعطيك العافية. ما شاء الله. طبعا هي راح تكون الأمسية الشعرية تميم المجد مقابل مجلس اخونا علي السادة. مرحبا وسهلا في الجميع، حياكم الله. صلاة العشاء خلاص، عقب صلاة العشاء ان شاء الله حياكم الله. هذا هو مقر طبعا الأمسية الشعرية. هذه طبعا من داخل الخيمة اللي راح تقام فيها الأمسية الشعرية تميم المجد. ما شاء الله ما شاء الله.
شاء الله. مجلسين جمعنا تحت راية الوطن، تحية لصاحب المجلس علي بن حسين السادة الذي نسج هذه المبادرة الراقية الجميلة من أجمل مشاعره الوطنية ليجمعنا فرداً فرداً وبيتاً بيتاً وحرفاً حرفاً ويكتبنا على جدار التاريخ اسماً وعلماً وخلوداً وقصيدة شعر نقشت بماء الذهب. تحية لكم من سادة الكرم والوفاء، من سادة الإخلاص والولاء والمحبة. السيد حسين السادة والد ابن علي، الشيخ فيصل بن قاسم، سعادة محمد الرميحي، والشيخ علي بن عبد الله وزيرنا في المصالح السادة. صلوا على النبي. إلى مريت من صوب الرويس ولا عليك أخلاق تنصى مجلس المجلس يصارب الحولة على الله يرزقه والسيف فوق سفيه الصدر ينتظر ولم يكن في بلد يكفار وفطر تفيد بالشوق في الآفاق تنتشر فالقلب من النخمة يا ماري اعتصر وضفة المرتقى تحيا شواطئها نبض الحنين وفيها الشوق